وصلنا الجيرموك، هسا احنا دا ننزل للوادي حتى اقترب من الشلال. طبعا للمعلومات طريق الشلال مقطوع طيلة فصل الشتاء، لذلك اضطرينا ان اجرنا هذا الجيب، يعني مو كل سيارة يقدر يوصلها، اجرنا جيب راح نحاول ننزل ان شاء الله نوصل بسلامة ونصور لكم الشلال وتشوفوها. اعتقد الطريق واضح اللي تشوفوه. طبعا هنا الباصات الكبيرة ما يقدرون يوصلون، قصدي الباصات اللي ابو 45 راكب، اكبر سيارة تقدر توصل هذه المنطقة الباصات الميني باص اللي 20 راكب او 15 راكب. لا هو هذا الطريق مالنا صعيد يمشي. لو بغينا ايش؟ ها لا نسكر الطريق اذا وقفنا، لان وان واي هذا، اذا تجي سياره هسه نوقف على الصفحه غير مكان نوقف وتاخذ صور. هذا البنايه اللي نشوفها عباره عن مصحات، هذا اي بنايه نشوفها هنا هي عباره عن مصح، لان جيرموك هو عباره عن منتجع سياحي وصحي. واحنا دائما اخواننا نعلن بالتقارير، انزل ابو نقول اللي يريد يجي جيرموك المفروض عنده فكره حول جيرموك، ما هو جيرموك. يوم واحد لو كنت جاي للسياحه، اما اكو ناس يجون على مود العلاج لاغراض العلاج، لان تتوفر المصحات. في يوم واحد ما يكفي، مسبقا يحدد كم يوم يريد، 3 أيام 4 أيام حتى يتم الحجز. برافو. هذا يقول من 10 سنوات انا اسوق هنا بالجبال. نقدر نوقف هنا؟ نقدر، كيف تصير بالدايما؟ استاذ خلاص كنا. هذا الجسر اللي هسه عبرنا من فوقه، ايوه 160 متر 62 متر ارتفاعه. هذا يوم يطيح الثلوج مستحيل انه يكون في حد، صح؟ لا طبعا ما حد مبين، لا ما حد يقدر. وان هامري متر، لا باتسون يبقى 62 60 متر انش باتسون متر، باتسون شي حول متر، حول متر هسه حول متر. هنا السائق يصحح لنا يقول ارتفاعه 100 متر وليس 66 او 62 متر. شوف الكهوف، شو الجسر، شو هذا الجسر؟ هذا هسه عبرنا من فوقه. اه اوكي، هسه مو عبرنا ما اسم هذا الشلال؟
في اي منطقه؟